السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم جبت لكم واحد وصفه زوينه تحليه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو البودوار، هادو هاد لي بيسكوي هنا، وغنحتاجو زلافه ديال الحليب وبيان كافي اللي بغا يدير القهوه يديرها، وجوج ساشي ديال فلون فاني بنكهه فاني. عندكم اختيار تختاروا اللي بغيتو، وربعه المعالق كبار ديال النشا. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ واحد لو بول، نديرو غادي ناخذ هاد لي بيسكوي ديالنا، غادي نغطسوهم في الحليب ونصطفوهم. كي لي بغا يدير قهوه يديرها، سينو لي بغا يدير الحليب يديرها. بعد البنات غادي ندوزو ناخذو الفاسخول وغنحطو نخول الفلو و النشا، ربعة المعالق ديال النشا، ونحركو نبقاو نستمرو بالتحريك. ونبدا نحركو البنات حتى يعقد لينا الخليط. ها هو البنات منين عقد لينا لو فلون، ها هو منين عقد، غادي نخوي في لو مول ديالي ومن بعد غادي ندخلو الثلاجه. بقاو معايا. ها هو من بعد غادي نخويو هنا البنات بهذه الطريقه هذه. هاهو من بعد من خوينا وقادوه،
ومن بعد ندخلو في الثلاجه نخلوه يبرد، ومن بعد غادي نزينوه ونوريكم الشكل النهائي ديالو. انا البنات منين بردات هي جبتها من الثلاجه، غادي نزينوها. غناخذو كراميل، غادي نزين انا بالكراميل و اموند ايفيلي، من بعد نزينها بالشوكولاط. كتجي غزالة وباردة مع الصلالة. هيا جربوها، غادي يبغاو وليدات صغار. ناخذ لي زاموند عندكم الاختيار، بغيتو بالشوكولاتة زينات هي تجي زوينه. انا جو بريفير لي زاموند كيجيو مزيانين. هو البنات الشكل ديال النهائي كيجي، كتجي زوينه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه. الى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.